تصعيد كبير في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، والذي قد تكون له عواقب كبيرة. فالثأر خطوة متوقعة، وهذه السلسلة من الإجراءات والأفعال الانتقامية قد يترتب عليها اقتراب المواجهة العسكرية المباشرة بين البلدين، وربما تكون في العراق. شيوخ عشائر محافظة بابل نددوا بالانتهاك الأمريكي لسيادة العراق. نسجب ونستنكر الاعتداء الأثيم للغارات الأمريكية على قطرنا بتصفية حساباتها. نحن وطن حر، لا نسمح لأي تدخل في شؤون داخلية. اللي عنده تصفيات يخرج خارج البلد ويعمل ما يشاء. نحن بلد عندنا جار وعندنا ما نقبل. احنا هاي وقفتنا وقفة استنكار من اجل لا نجعل العراق تصفية حسابات. مظاهراتنا هذه الاحتجاجية هذا اليوم احتجاج على كل الدول المجاورة، بحيث انه يريدها ما تتدخل بالاعمال داخل بلدنا. احنا بلد مستقر، بلد امن، اريد الحرية ببلدنا، ما اريد اي جهة تتدخل بعمل حكومتنا والاستقرار بلدنا هذا. ما احنا ما نريد ساحة معارك للدول المجاورة. احنا بلد ليس محتل، هذا يسمى احتلال من الطائرات المسيرة الى اخره. احنا نريد الامن والامان لبلدنا. اخرون طالبوا اطراف الخلاف وتحديدا واشنطن وطهران بعدم جر العراق الى حرب تؤدي الى تفاقم ازماتها الاقتصادية والاجتماعية. يجب استنكار لما يجري في أرض العراق، الأرض العراق الطاهرة، ومع الأسف قسم من القوة الداخلية والخارجية تحاول أن تجعل ساحة العراق ساحة للتصفيات. ومن هذه المكان نرفض أن يكون العراق ساحة للتصفيات العدائية والخارجية والإقليمية. ما أريد البلد يصير ضرب الأمريكا وغير أمريكا، أريد بلد إلى سيادة ولا علم ولا قانون. وتزداد المخاوف من جر العراق إلى حرب لا ناقة له فيها ولا جمل حسب وصفهم، مطالبين الحكومة بالتحرك سريعا لمنع تورط بلادهم في النزاعات القائمة بين طهران وواشنطن، أو تنفيذ المخططات الإيرانية الرامية إلى خوض معركة مع الولايات المتحدة على الأراضي العراقية.